يا رب كن عونا لنا عشان نكون دايما في رضاك وفي مددك وفي رحمتك. اللهم إنا نسألك وأنت الكريم أن تهبنا من المدد ما نستطيع به أن ندل الناس الذين توسوسوا في حنانك عليهم. اللهم اجعلنا بابا من أبواب رؤية الناس لودك حتى يعودوا إليك بمحبة وقلوب متشوقة إلى محبتك وإلى لطفك. اللهم اجعلنا بابا من أبواب اللطف على الناس، واجعلنا بابا من أبواب التخفيف عن الناس، واهد يا ربنا من أصابهم شيء من وسوسة النفس الأمارة بالسوء، وكن عونا لهم على أنفسهم، واجعلهم يا ربنا طيبين طابت خواطرهم بأن أرسلت لهم من يكون عونا لهم على نفسهم. اللهم اجعلنا دائما في حماك، واجعلنا في رضاك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.